تسلم ايديك. ها قلت ايه بقى يا عمي؟ قلت مبروك يا عمر يا ابني. مبروك يا ندى. طب تعيط ليه طيب؟ لا حمد ربنا ما حصلوش حاجه قبل ما اطمن عليك. مش عارف استاذنك يا بابا بيحبك قوي يا عمر. وانا كمان بحبه. بحب بنته. يا مين يصدق ان نادر اللي كل شويه اتخانق معاها احبها. انت الطول اصلا؟ يا بنت بطلي بقى طولة لسان، احنا لسه ما لبسناش بقى الورقه. اتفضل يا عم. امسك يا ابني. ايه دول؟ دول 200,000 جنيه. لا انا مش هاخد تمن علبه الجاتوه يا عم. علبه جاتوه ايه؟ علبه جاتوه ايه؟ دول شقة عمري. ايوه بس ما تبصش. خدهم يا ابني خدهم. دول انا كنت بحوشهم عشان اجيب جهاز ندى. انزلوا خدوهم كده وشبرقوا نفسكم وجيبوا كل الطلبات اللي انتوا نفسكم فيها. يعني جيبوا الاجهزه الكهربيه والاجهزه المنزليه وجيبوا صالون حلو كده وسفره حلوه واتنين اوضه نوم. ليه اتنين؟ هي اوضه واحده بس. ايوه عشان لما اجي لكم. تجي لنا ايه؟ ده احنا تحت. ما انا هنزل لكم. ايوه عمي بس لسه بدري قوي على الكلام ده، انا لسه هسافر ولما ارجع ان شاء الله نتجوز. بدري ايه يا ابني؟ العرف بيقول ان الزوجه عليها العفش والعريس عليه الشقه. بس لسه الشقه فيها شغل كتير. لا ما تحتلش همها ابدا، سيب الموضوع ده على الله وعليا انا. حاسب على البستيلا. مين؟ خلي بالك السيراميك غالي. ليه؟ خش خش يا ابني. مين خش بسرعه. مين دول يا سياده المستشار؟ يا عمر ايه؟ يا عمر ايه؟ ايه يا محروس؟ في ايه يا محروس؟ ايه الصوت؟ ازيك يا حمايه؟ في ايه يا حمايه؟ مين دول؟ دول عمال بقى فراوده لقيتهم لك على الفرازه، جايين هنا عشان يفوروا الشقه دي كلها وبالذات الحمام اللي محروس مش عارف يخلصه. ايه؟ مش هتقدر تغمض عينيك.